الله يسعدك بعد الله يستر امرك صاحب الكرت الذهبي ما تفوت انت يا صح السلام عليكم حياك الله بالخير طال عمرك الله بنور ارحب يلا حي هلا وسهلا السلام مقام صح الكرت الذهبي ونعم والله ما تكون خلاص الله حي ها اي خلاص خلاص يلا مقفل افتح احنا ما نحتاج تفاوض استاذ سعود لانه خالصي كروت ذهبيه الله يعيد خالصين الله يطول سم المفاوضه بينكم كان ما عندنا مفاوضه ما اتفقتوا لا ما اتفقتوا لا سمح لك تدخل من الباب انت قبل شوي كنا اتفقين كنا حاطين عليه صح منو القايد كايدي بحاج تفضل تفضل بحاج انتم يلا البركه هذه دخولكم ده بس ما تفاوضت على النسبه كم النسبه 30 موافق جيز اخوانك اقول انا ما عندي اي لو سمحت لو سمحت لو سمحت لا تكلم لا تكلم الحين في مفاوضه هو عشان فاوض ما تفاوض سم مايك مقفل الله اكبر يعني ما كان ما يعرف كيف شغله يلا شغل مايك هو اعطاني الله اكبر سر بس منه وينه اضغط يشتغل كل شيء يلا وقع عند استاذ عون يلا وافق يا حبيبي اشوفك اطرق واحد البرنامج الله يحفظك انا كذا انتهيت ايه لكن خلاص ما دخلوا مسابقك اول ولا كان هن والله لو تشوفه بس انك انت مكتب